أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة. تعرضت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث هبوط صعب في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعبان مهمة فرق الإنقاذ حتى اللحظة. بالمقابل ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني. نناقش هذا الملف وكل هذه التطورات بعد قليل. حول هذا أرحب بمراسلنا وسام كبهاء المتواجد في تل أبيب. مرحبا بك معنا وسام، لتطلعنا على ردود فعل الشارع الإسرائيلي حول هذا الحادث وأيضا ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى اللحظة. بالفعل أسيل، يعني حالة من الترقب ترصد الشارع الإسرائيلي في كل ما يتعلق في مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. حتى هذه اللحظة هناك تخوفات من قبل الشارع الرئيسي بأن تكون يعني ربما هناك يعني الحادثة منسوبة إلى إسرائيل. حتى هذه اللحظة القناة 13 الإسرائيلية قالت قبل قليل بأن وفقا عن مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل لا تملك أي صلة ولا أي علاقة بما يحدث بقضية مصير الرئيس الإيراني، وحتى أنها تشير إلى عدة أمور وأنها تقول وأنها ترجح أنه بالفعل قتل في حادث الطائرة. اللافت أسيل أن في إسرائيل هناك تخوفات اثنين من جهة أخرى. نحن نتحدث أن اللي يتحدثون عن أن إسرائيل ربما نسبت لها مقتل رئيسي فقط بأن الطائرة تحطمت بمدينة جولفا الواقعة بالتحديد على الحدود الشرقية مع أذربيجان. أذربيجان هي الدولة في شرق أوروبا من أكثر الدول التي تملك علاقة وطيدة مع إسرائيل، وكانت داعمة كبرى لإسرائيل حتى في ظل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لذلك تجري التقديرات من هناك. في إسرائيل هناك تخوفات اثنان وسيناريوهات مختلفة. أولها التخوف من أن يعود، إذا كان بالفعل هناك يعني موت للرئيس إبراهيم رئيسي، أن يعود الرئيس السادس لإيران الذي حكم إيران في فترة عام 2005 حتى عام 2013، وهو الرئيس أحمد نجيدات الذي يعتبر من أكثر الأعداء لإسرائيل، والذي يعني يصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه من أكثر الأشخاص الذي تكره إسرائيل يعني على المحك. وأيضا السيناريو الآخر وهي التخوفات بأنه ربما هناك بعض بصيص أمل بالنسبة لإسرائيل، أن يعني يقولون أن السياسة في إيران لن تتغير في عقاب موت رئيسي، ولكنها فرصة للمعارضة الإيرانية أن تقوم بإحداث يعني ثورة أو انقلاب قد يؤجج ويعيد المعارضة إلى الحكم. ولكن حتى هذه اللحظة إسرائيل متكتمة فعل، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تشاهد بترقب عام. وأريد أن أشير إلى نقطة أساسية بأن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مصدر رسمي إسرائيلي موثوق ورفيع المستوى تحدث بشكل رسمي وتطرق لهذا الموضوع، سواء كان نفي أو تطرق. وصلت الصورة وسام كبهة، أشكرك على هذه المعلومات، حدثني من تل أبيب. أرحب بالصحفي الزميل أدهم حبيب الله الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أدهم، ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بتفاصيل هذا الحادث؟ أدهم، أنت معي؟ نعم، أتسمعيني؟ نعم، آخر التفاصيل. نعم، أولا هناك صعوبة جدا جدا على ما يبدو يعني بالوصول إلى طائرة الرئيس وأيضا إلى المروحيات التي كانت تقل الطاقم المرافق له في تلك المنطقة، بسبب أولا الظروف الجغرافية، ثانيا بسبب الظروف الماطرة، وثالثا بسبب وضعية المنطقة. قبل قليل يعني وزير الداخلية الإيراني يعني قال بأن هناك فرق عسكرية طالب الجيش الحرس الثوري الإيراني وليس فقط الشرطة بأن تأخذ أو تدخل يعني إلى حيز التنفيذ في كل ما يتعلق بتنفيذ عمليات وأيضا عمليات بحث وتنشيط في تلك المناطق، بمعنى أن يعني الوضع الخطير كما وصفت هذه العملية نتيجة الظروف تعقد عملية الوصول إلى يعني الرئيس الإيراني والوفد المرافق له. في هذه النقطة اللافت قبل قليل يعني بأن هناك اجتماعات طائرة تعقد في هذه الأثناء في طهران، وهي على مستوى أيضا
نعم على مستوى الرئيس الإيراني، ولكن هناك دول عربية تقدم المساعدات في هذه الأثناء وتقول على أنها مستعدة لتقديم المساعدات الخارجية القطرية بظهر السعودية ودول أخرى في المنطقة. وصلت الصورة أدهم حبيب الله الزميل الصحفي، أشكرك على هذه المعلومات. ينضم إلينا في الاستوديو دكتور حسن مرهج خبير في شؤون الشرق الأوسط، مرحبا بك معنا دكتور حسن. وأيضا أرحب بدكتور يوسف عزيزي كاتب وصحفي أحوازي وعضو اتحاد الكتاب الإيرانيين، ينضم إلينا من لندن، مرحبا بك معنا دكتور يوسف. وأيضا أرحب بالسيد دكتور أولي جولدبرغ خبير في شؤون الشرق الأوسط، مرحبا بكم معنا جميعا، مرحبا بكم معنا. وأبدأ معك دكتور يوسف بداية لتطلعنا على كل ما تقوله وسائل الإعلام الإيرانية حتى اللحظة فيما يتعلق بهذا الحدث. تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيوفكم. وسائل الإعلام الإيرانية نقلت قبل حوالي ساعة أن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وبعض المسؤولين الآخرين حوالي 16 شخص سقطت وليس هبطت، يعني كان سقوط، هذا أعلنته وكالة مهر شبه الرسمية نقلا عن جهاز الاستخبارات الإيرانية. الآن أصبح مؤكدا أن المروحية سقطت في غابات إقليم أذربيجان. وأيضا هناك يعني تكهنات مختلفة، تعرفون أن في إيران لا توجد حرية الصحافة ولا يوجد رأي حر، لا يسمحون للناس أن تعبر عن رأيهم، فلهذا كل ما يقال في الخارج يعني أن يعني سيناريوهات مختلفة تطرح. الأول أنه هذا حادث يعني ممكن حادث طبيعي، يعني وقع وسقطت المروحية، وهذا يحدث في إيران لأنه المروحيات والطائرات في إيران قديمة التي اشترتها من زمان من الولايات المتحدة، إلا بعد 2015 اشترت أيضا 16 مروحية جديدة لكن أيضا فيها مشاكل. على كل حال والسيناريوهات الأخرى أن في احتمال يعني أيادي خارجية عملت لإسقاط الطائرة نوعا ما، ومعروفة أعداء إيران في المنطقة وفي العالم. من هي هذه الأيادي باعتقادك دكتور يوسف؟ يعني أول الإشارات تذهب إلى إسرائيل، خاصة أنه جمهورية أذربيجان صديقة لإسرائيل، فهذه الاحتمالات تطرح في الإعلام الإيراني بالخارج. وأيضا في احتمال سيناريوهين آخرين داخليين، يعني إما المعارضة الإيرانية قد قامت بهذا العمل، وإما الأجنحة المنافسة لجناح رئيسي، وتعرفون هناك صراع على السلطة حتى بين المتشددين والمحافظين. نعم، ابقى معي دكتور يوسف، دعني أتحول إلى دكتور أوري. دكتور أوري، كما ذكر ضيفي هنا، هناك تلميحات إلى أن هناك علاقة ما بين أذربيجان وإسرائيل في كل ما يحدث، خاصة وأن أيضا الرئيس الإيراني يعني واجه هذا الحادث بعد أن كان عائدا من زيارة إلى أذربيجان، وهذا ما قالته وسائل إعلام إسرائيلية أو حاولت أن تسلط الضوء عليه. ماذا يمكن أن نستنتج من هذا بحسب رأيك؟ العلاقة بين إسرائيل وأذربيجان هي علاقة وطيدة، وهناك نشر كثير عن أن أذربيجان تسمح لإسرائيل بناء قواعد على الحدود مع إيران وأن تخرج من أراضيها لعمليات استخباراتية في إيران، ولكن مع هذا وعلى ضوء حالة الطقس والظروف وعلى ضوء النفي الصارم من إسرائيل، إسرائيل لو كان لها دور هي لا تنفي بهذا الشكل. أنا أميل لأصدق أن الحديث لا يدور عن عملية إسرائيلية. أنا أقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك
نظريات مؤامرة تتحدث عن عملية اغتيال وعن تعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة وأذربيجان هدفها إلى إدخال المنطقة لحالة حرب. أعتقد أن هذا غير صحيح. أعتقد أنه لو أرادت إسرائيل أن تقحم إيران في هذه الحرب لم تكن لتغتال رئيسي، كانت ستغتال هدف آخر. من وجهة نظر وأنا أستمع إلى الظروف في المكان، أعتقد أن الحديث يدور عن حادث، وأيضا الأذريين لم يتعاونوا. الأذريين لديهم علاقات مع إيران ومع إسرائيل. وصلت الصورة دكتور حسن. إذن كما يقول ضيفي، أيضا وسائل إعلام تشير إلى أن الترجيح هو أن الحادثة جرت بسبب خلل تقني أو عطل معين، ولكن هذا يعيد إلى الواجهة أيضا مسألة أن إيران دولة مخترقة من قبل الأعداء وأيضا ربما من قبل المعارضة الإيرانية. يعني بداية دعينا نقول هناك خبر أتى من وكالة إيرنا الإيرانية تم تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية رئيسي في منطقة ما بين أردشير وبرازين التابعة لمدينة فارزيكان. يعني هذه الأخبار للتو وصلت من هذا. وأيضا محسن منصوري المساعد الرئيسي بأنه تم التواصل مع أحد ركاب المروحية ومع أحد أفراد طاقمها وتم التواصل معه، وبالتالي يعني ما زال الحديث. أنا أعتقد إنه يعني هناك معلومات كثيرة وهناك كل يعني يبث المعلومات حسب أحاسيسه وحسب تقربه من هذا، ولكن باعتقادي لو يعني نظرنا إلى المعارضة الإيرانية ما باستطاعت المعارضة الإيرانية أن تقوم في إسقاط طائرة، وبالتالي يعني كل الأقمار الصناعية المتواجدة في العالم الأمريكية والروسية والأوروبية وكلها الآن هي قيد البحث. يعني لم يوجد أي إشعاع انفجار في تلك المنطقة حسب الرصد والكشف والمسح لكل الأقمار الصناعية المتواجدة في الفضاء، بالتالي من الصعب أن نتحدث عن أي عمل إرهابي. وأيضا فكرة بأنه إسرائيل وراء هذا الحدث، أعتقد أنه إسرائيل ليست في هذه الغباء لتقوم بتوريط أذربيجان في قضية دبلوماسية مع إيران، وهي يعني تتمتع في العلاقة الجيدة أذربيجان يعني العلاقة الجيدة مع إسرائيل ومع إيران، وهذا وارد في العلم. هناك توتر معين في العلاقات بين أذربيجان التوتر لا يأتي وإيران. لا يوجد بين أذربيجان، يعني عندما يذهبون إلى افتتاح سد مياه ما بين أذربيجان وبين إيران وهناك علاقات تربط بين الدولتين، وأمن الدولتين يعني مرتبط واحد في الآخر، وبالتالي أيضا إسرائيل لها مصالح بأذربيجان ولها مصانع في أذربيجان ولها مصانع عسكرية أيضا في أذربيجان، لن تعرضها أيضا إلى الخطر بالتالي في تلك المنطقة، ولن تعرض أذربيجان لمواقف دبلوماسية تهدد أمن واستقرار أذربيجان. إذن من له حدود دائما أعتقد المصلحة، بالعكس أنا أرى أنه مصلحة إسرائيلية هي على الحفاظ على هذه العلاقة ما بين إيران وأذربيجان، وبالتالي ما حصل أنا باعتقادي يعني حسب كل هذا أنه هناك خلل ما حصل لهذه الطائرة حسب الظروف التي يتحدثون عنها. طالما لا أحد باستطاعته أن يرى أي إشعاع في المنطقة، يعني لم يحصل أي انفجار، وبالتالي ربما كان هناك هبوطا اضطراريا في المنطقة، وربما موضوع التواصل يعني لم يكن متوفرا الاتصال في مثلا في الإدارة المكتب الرئيسي في طهران أو مع الحرس الثوري أو إلى ما هنالك. فأعتقد أنه هذا ما حصل، و يعني مع العلم والتحفظ نستطيع أن نقول أنه كل احتمالات واردة، ولكن حسب أنا أذكر حادثة عندما كان حريقا شب في أحد أحراش مدينة القدس وكان غربي مدينة القدس. الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت في الأقمار الصناعية تبعها أن تحدد مكان الإشعاع الأول لهذا الحريق، وأطلعت إسرائيل على هذا الموضوع. يعني إذا أمريكا استطاعت أن ترى إشعاع النيران في جبال القدس من أين ابتدى، فيعني أنا باعتقادي لن يصعب عليها انفجار مروحية
كهذه المروحيات لا تحدد حسب الأقمار الصناعية، ولغاية الآن لم يكن هناك من أي مصدر، وحتى الأمريكي والروسي والأوروبي وحتى دول من تمتلك الأقمار الصناعية تتحدث عن موضوع انفجار. إذن حادث اضطراري محتمل كبير أن يكون، وسوف ننتظر يعني في خلال، لأنه تم التحديد ويعني طواقم هناك قريبة من مكان الحادث على بعد نصف ساعة مشي، ويعني الدنيا الآن ليل وصعب شوي هذا، ولكن سوف نعرف يعني كل التفاصيل في الساعة القريبة. صحيح، سنتابع كل التفاصيل والمعلومات. أعود إليك دكتور يوسف، إذن كما ناقشنا هنا هناك وسائل إعلام ومحللون يشيرون إلى ربط أو علاقة معينة ما بين أذربيجان وإسرائيل في هذا الحادث، وأيضا زيارة رئيسي إلى أذربيجان في هذا التوقيت بالذات والحادث أتى بعد هذه الزيارة. هل ترى أن هناك أي علاقة بين الأمرين؟ يعني شوفي، أنا ما أرفض أنه ممكن يكون حادث طبيعي أو اضطراري أو خلل تقني، لكن ثلاث مروحيات هن كانن. صحيح. يعني من بعد ما تم افتتاح السد في الحدود الإيرانية الأذربيجانية عاد رئيسي بإحدى المروحيات، ترافقه مروحيتين أخريين للتمويه، تعرفين أنه الرؤساء عادة للتمويه. فالثلاثة يعني عبرنا من سماء هذه الجبال والغابات اللي أنا شايفها هاي المنطقة يعني مكثفة غابات وجبال وكذا، وهذه فكيف واحدة تسقط والاثنين الأخرين ما يسقطن؟ هذا يعني إذن أنت تستبعد إمكانية أن يكون هذا بسبب عطل معين، إذن ما هو ترجيحك فيما يتعلق بمن يقف وراء هذا الحادث؟ أنا أذكر قاعد أتكلم أنه بين الثلاث هذين المروحيات الاثنين يسلمن ويذهبن المدينة تبريز، وطارئ ومروحية رئيسي ووزير خارجيته تسقط. فهذا يضيف من احتمال الشكوك بأنه مدبرة، وهذه ليست الأولى. تاريخ إيران المعاصر خاصة في عهد الجمهورية الإسلامية مليء من هذه الأحداث، أحداث بعضها كان عطل فني ومعظمها أيضا مخططات اغتيال لقادة عسكريين أو مدنيين، يعني نوعا ما النظام أراد أن يتخلص منهم. فهذه موضوع، لأنه أنا طرحت ثلاث سيناريوهات على الحالة الاضطرارية، يعني الحالة الطبيعية، أنه عامل خارجي مدبر، وإسرائيل أعلنت، يعني إسرائيل أعلنت سابقا يعني بعض مسؤوليها قالوا إننا سنستهدف المسؤولين الإيرانيين. هذا ليس جديدا. وعلي يونسي وزير الاستخبارات السابق أعلن قبل عامين إنه كل المسؤولين الإيرانيين في خطر التصفية بسبب اختراق الأجهزة الأمنية في إيران. فكل هذه الأمور يعني تؤكد لنا أن من المحتمل أن يكون هو يعني عملية مدبرة لتصفية رئيسي، وخاصة أن يعني السيناريو الثالث اللي بين الأجنحة، رئيسي ينافس سعيد جليلي، سعيد جليلي أيضا متشدد، المفاوض الرئيسي في المفاوضات النووية سابقا، هذا سعيد رئيسي هو يطمح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو يطمح. إذن يمكن أن تكون هناك أيادي خارجية، وأيضا أنت تقول أنه لربما من الداخل الإيراني، يبدو أن الصورة معقدة. نعم، لأنه إيران نظام استبدادي لا يعرف عن كونه شيء. النظام الإيراني أسقط طائرة أوكرانية بعد مقتل قاسم سليماني، طائرة مدنية، وسكت عليها
ثلاثة أيام لم يعلنوا أنهم هم أسقطوها، الحرس الثوري أسقطها. اسمح لي، هذا النظام يقوم بكل جريمة يعني لجل أهدافي. اسمح لي أن أعود إلى الزميل أدهم ليطلعنا على آخر المستجدات والتحديثات فيما يتعلق بهذا الملف. تم العثور على الطائر. إليك أدهم. نعم نعم أسيل، قبل قليل يعني وفق التلفزيون الرسمي الإيراني يعني فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. الحديث الآن عن وصول فرق الإنقاذ إلى تلك المنطقة التي وقعت بها المروحيات. الهلال الأحمر الإيراني يقول في بيان رسمي بأن الفرق وصلت إلى ثلاثة إحداثيات، ومن بين الأمور التي تحدثوا عنها بأن هناك تفاؤل حذر في كل ما يتعلق بمستقبل الطاقم. يعني هذا التفاؤل مبني على أمرين، الأول هو وصول طواقم الإنقاذ إلى تلك المنطقة، الأمر الثاني وفق مسؤول إيراني وتحديدا نحن نتحدث عن مستشار الرئيس الإيراني يقول بأن كانت له مكالمة هاتفية قد جرت أثناء سقوط الطائرة مع طاقم المرافق للرئيس، ولكن سرعان ما فقد الاتصال مع تلك الفرقة بسبب الظروف التي وصلت إليها. الحديث عن أخبار ستكون قريبة وفق البيانات الرسمية الإيرانية. أيضا يعني في هذه النقطة تحديدا يمكن القول بأن كانت ليس فقط نتيجة يعني حدوث هذا العطل يعني الذي نتحدث عنه في هذه المرحلة عن عطل وأيضا حان لتفاهمه، ولكن الظروف التي يعني حصلت في تلك المنطقة وأيضا صعوبة الوصول والإنقاذ إلى الرئيس أول وقت هي من توقفت الوضع إلى أن يكون أسوأ فأسوأ. نعم أدهم، إذن تم العثور على حطام الطائرة ولكن لا معلومات حتى اللحظة بشكل دقيق أو مؤكد فيما يتعلق بوضع الذين كانوا على متن هذه المروحية. دعني أعود إلى دكتور أوري. دكتور أوري، في ظل الحرب الدائرة أيضا في قطاع غزة أيضا على جبهة الشمالية، هل هناك مصلحة إسرائيلية للمحاولة بقيام أو بأن تقوم بمثل هذا الحادث أو محاولة اغتيال رئيسي خاصة بسبب الدعم الإيراني لحزب الله وحماس؟ أنا أعتقد أن لإسرائيل كما قال الضيوف لا توجد مصلحة بدفع إيران أن تقوم بشيء قوي. كانت هناك مرحلة في الحرب حاولت إسرائيل أن تورط إيران في المعارك، الاستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق لها علاقة بهذا الحادث. أعتقد أن الوضع الآن مختلف، أعتقد أنه إذا ما اتضح، وأنا أعتقد أن هذا لن يتضح، أن لإسرائيل هناك دور، فإيران ستربح الكثير من النقاط في الرأي العام العالمي، وهذا يعني أن حزب الله في لبنان سيستفيد أيضا. لذلك أعتقد أن لا مصلحة لإسرائيل بأن تدفع إيران للرد. ذكرت قبل ذلك المعارضة الإيرانية التي يمكن أن تخرج وتتظاهر وتضعف النظام. لدي شكوك في إمكانية أن يحدث هذا بسبب وفاة رئيسي. هو ليس رجل يدفع المعارضة للاحتجاج، لذلك لا أعتقد أن إسرائيل ارتكبت شيء هنا يمكن أن يكون له تأثير على الحرب في غزة. طيب دكتور حسن، سواء كان هذا الحدث عرضيا أم أنه كان مقصودا، ألا يظهر بحسب رأيك ضعف النظام الإيراني؟ نرى أن المروحيات الإيرانية ضعيفة، طواقم الإنقاذ والإسعاف احتاجت لساعات لكي تصل إلى مكان الحادث ومكان المروحية. ألا يظهر هذا أيضا بحسب رأيك أن إيران تستثمر في تصدير الثورة بدلا من الاستثمار في الصناعات المختلفة الإيرانية؟ يعني لا أعتقد أنه حادث طائرة يعني يضعف إيران أو يظهر إيران ضعيفة. إيران تمتلك القدرة العسكرية الكبيرة، القدرة الصناعية العسكرية الكبيرة، لديها أقمار صناعية، لديها تفوق كبير في صناعة الأسلحة الدقيقة وغيرها والصواريخ البالستية وأيضا طائرات حربية وغواصات.
فهذا ليس يعني يعد خرقا إلى النظام الإيراني. وإيران أعتقد يعني بسياستها هي تصنع الكثير، حتى الأدوية، حتى في مجال العلم والثقافة والاجتماعيات والعديد من الأمور. إيران يعني تقوم في الاستثمار. ولكن نوه دكتور حسن إلى هذا الخبر العاجل، الآن وسائل إعلام أخرى تقول أو تنفي النبأ الذي تحدثنا عنه قبل قليل وتقول أنه لم يتم العثور حتى اللحظة على حطام الطائرة. إذن هذا لربما يؤكد هذا الضعف الذي نتحدث عنه. يعني أنا باعتقادي عندما يصدر خبر من التلفزيون الإيراني يعني لا أعتقد أنه يستطيع من هو أقرب إلى الحدث أن ينفيه إذا كان متواجدا في أوروبا ولا مصادر إعلامية نجهلها ونعرف أين هي موجودة. ولكن أنا باعتقادي بأنه حتى وإن كان يعني وإن حصل هناك يعني حادث مثل هذا وكان هناك نهاية لرئيسي وإلى وزير الخارجية، هذا لا يعني سوف إيران تنهار. إيران هي دولة مؤسسات، هي دولة مجلس شورى، لديه أكثر من 80 عضو في المجلس الشورى، هناك خامنئي المتواجد، الحرس الثوري، الجيش الإيراني، الشرطة الإيرانية، يعني دولة مؤسسات من الصعب جدا أن تنهار وأن تكون هناك معارضة بسيطة أن تستطيع، وحاولت هذه المعارضة مرارا وتكرارا في محاولات، ولكن كانت كلها محاولات بائسة ويائسة ولم يصدر عنها أي شيء. وبالتالي يعني إن كان حدث ما حدث، ولكن هذا لا يدل على ضعف إيران ولن يؤثر على حلفاء إيران. وذهبوا قادة عسكريين كبر وقادة الذين كانوا في المعارك وهم من خططوا ووضعوا الأسس في مناطق ومحاور المقاومة، ولم يتأثر بل زاد تعاظما دائما. ولذلك لا أعتقد أنه حتى أنه متحدث ضيفك بالنسبة لإسرائيل دكتور يوسف، أنا أعتقد أنه إسرائيل لن تعطي يعني لم تقدم أي شيء على طبق من فضة اللي تجعل إيران يعني ذات حق بإسرائيل وأن ترد كمان بهذا، لأنه هذا لن يعطي إسرائيل أي شيئا وأي منفعة وأي تأثير. طيب. على الجبهات، لأنه من يدير كل هذه المحاور هو الحرس الثوري الإيراني وليس الرئيس رئيسي. وصلت. يعني هناك انفصال في كل التعامل في مثل هذه الأمور. في هذا السياق دعني أعود إلى دكتور يوسف. دكتور يوسف، برأيك وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تمت، هل ستلعب دورا لصالح الإصلاحيين أم أنه لربما ليس الشخصية الأهم رغم مكانته، ولربما هناك أهمية أكبر لربما لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لكونه يلعب دورا هاما في ملف المفاوضات النووية وأيضا مفاوضات حرب غزة؟ قال المرشد تعليقا على حادث سقوط المروحية أنه على الشعب الإيراني لا يقلق ولن يكون أي اضطراب في إيران في عمل البلاد وكذا. هذا يؤكد أن خامنئي في الواقع متأكد أن شيئا ما حدث، ومن المحتمل أن رئيسي و عبد اللهيان واللي معه قتلوا، أو في عنده احتمال كبير أنه هذا قد تم، وهو يعني قلق على احتمال وقوع اضطرابات. لكن هذه الاضطرابات لن تتم يعني عند تشييع جنازة رئيسي إذا كان قد مات أو شيء من هذا القبيل، بل بعد فترة، لأنه هذا الصراع بين الأجنحة في السلطة يعطي المجال للجماهير الغاضبة واللي تشكل 80% من الشعوب الإيرانية. يعني النظام الإيراني لا يعتمد إلا على 15-20% من الناس، وهذه أكدته الانتخابات والآخر انتخابات رئاسية. فلهذا أنا أتصور أن رئيسي ليس يعني ليس في مستوى خامنئي. خامنئي المستبد الأكبر في إيران، هو كل مصادر الأمور بيده، فلا يعتبر رئيسي عنده إلا موظف كبير، وهذا قالها خاتمي، قالها رؤساء الجمهورية في إيران ليسوا إلا موظفين كبار
عند المرشد الأعلى. نعم. لهذا ماسك بالأمور خامنئي لفترة قصيرة، لكن هذا إذا هي يعني نتيجة لمؤامرة قامت بها الأجنحة المنافسة لرئيسي مثل جناح سعيد جليلي وأمثاله، أو اللي هو عنده أيضا في الحرس يدعم. نعم. يدعم جليلي. فمن المحتمل أن الجماهير اللي انتفضت قبل سنتين مرة أخرى تنزل على الشارع، ونعرف مدى الاستياء العام في إيران اقتصاديا. نعم. واجتماعيا وثقافيا، وبين النساء وبين الشعوب غير الفارسية، بين الكرد، بين العرب، هذه معروفة. نعم. يعني تبحث عن منفذ يعني لتبرز استياءها ومعارضة هذا النظام. وصلت الفكرة. دكتور أوري، مقتل قاسم سليماني والعديد من الضباط الكبار في الحرس الثوري الإيراني لم يغير من سياسات إيران في المنطقة، هل يجب أن نتوقع ذات الشيء في حال فعلا تم التصديق على هذه الأنباء، ولربما تم يعني نشر خبر وفاة رئيسي وأيضا وزير الخارجية؟ أنا أعتقد أنه كما قلت بشأن قاسم سليماني، أيضا موت رئيسي لن يغير سياسات إيران في المنطقة. كما قال زملائي في الحلقة، رئيسي لا يحدد السياسة التي يحددها المرشد الأعلى، بالتأكيد ليس بالنسبة للمسائل الأمنية. رئيسي هو موظف، ربما الموظف الأكبر، هو اختير على هذا الأساس لمنصب الرئاسة لأنه يخلو من أي دعم شعبي. لذلك لا أرى أي لماذا على السياسة الإيرانية أن تتغير، هي تعمل بشكل ثابت وآمن في المنطقة، وناج علينا أن نقول وبالتعاون مع شركائها، خاصة إذا ما رأينا تورط إسرائيل في غزة. وصلت الصورة. دكتور أوري جولدبرغ، خبير في شؤون الشرق الأوسط، أشكرك على كل هذه المعلومات. وأيضا دكتور يوسف عزيزي، كاتب وصحفي أحوازي وعضو اتحاد الكتاب الإيرانيين، حدثتني من لندن، شكرا لك. وأيضا دكتور حسن مرهج، خبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا لكم جميعا على كل هذه المعلومات.